السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في الحلقة الثانية من حلقات تعلم قراءة باترون الكروشيه مع مرمرة. وإحنا بنتعلم إزاي نقرأ الباترون من خلال تنفيذ وحدات وغرز وأعمال مختلفة، بنقرأ باترونها وبنمشي خطوة خطوة لغاية لما نتعرف على كل الرموز وعلى كل الفنيات اللي بتقابلنا في الباترون. ده الباترون الثاني اللي هنشرحه النهاردة، وهيظهر لكم هنا الصورة بتاعت الباترون. أنا طبعا برسمه وبخليه يعني ملون كل سطر كده بلون علشان يبقى سهل علينا في التنفيذ، وخاصة لو أنت لسه بتتعلمي ومبتدئة وعايزة لسه تفهمي الباترون ويبقى سهل عليكي. تعالوا نبدأ بقى ونشوف سطر سطر، وبعد كده بنمسك الخيط والإبرة وننفذ مع بعض. أنا هشتغل معاكم بالخيط دوت، هو خيط إليس كوتون جولد بلس، تمام، وفتلته بتكون يعني بتميل للسميكة شوية، وهستخدم معاها إبرة مقاسها رقم 5. طيب الباترون ده زي ما احنا شايفين طبعا هو باترون دائري، يعني البداية بتاعته بتكون من النص، ولو جينا نشوف البداية هنا هنلاقي ان هي دايرة. في الحلقة اللي فاتت كانت الباترون بتاعنا او البداية عندنا كانت عدد من السلاسل، كان رسم لي سلاسل وعرفت ان انا هشتغل سلاسل وهقفلهم بمنزلقة وهكون حلقة هبدأ اشتغل فيها. لكن لما بيكون جايب لي دايرة كده ومش كاتب لي جواها عدد، يعني اعرف مثلا ان عدد السلاسل عدد معين، لا هي دايرة وفاضية كده، يبقى انا هشتغل دايرة سحرية. وهو ده الفرق بين ان انا ابدأ بدايرة سحرية او ابدأ بدايرة عادية يعني فيها سلاسل وقفلها بمنزلقة. يبقى انا البداية عندي هتكون دايرة سحرية وهبدأ اشتغل جواها مباشرة السطر الاول. طبعا هو هنا مرقم لي السطور، مدين هنا 1 2 3 4 سطور هنشتغلهم علشان نكون الوحدة. فالسطر الاول هيتكون من عدد من الاعمدة، ولو جينا نشوف برضو هنلاقيه كاتب لنا الرقم بتاع العدد الغرز اللي احنا هنشتغلها. بس انا لما جيت عديت الغرز ديت او عديت الاعمدة دي لقيت ان الرقم ده مش مظبوط، هو مفروض كاتب لي 21، لكن لو عدينا دولت هيبقوا 24 غرزة عمود بلف. وطبعا بنحسب الثلاثة سلسلة دولت بنحسبهم ارتفاع اول عمود، تمام. فاحنا هنبدأ نعد الاعمدة ونبدأ ان احنا نشتغلهم، وكلهم بيكونوا جوه الدايرة السحرية. طيب هنيجي على الخيط ونبدأ نشتغل العقدة بتاعت البداية، وهنبدأ نشتغل الدايرة السحرية بأسهل وأبسط طريقة وضحناها في دروس الأساسيات، وهي من خلال غرزة سلسلة. وبعد كده بشتغل ارتفاع السلاسل اللي هو 3 سلسلة هنا، 1 2 3، يبقى البداية عندي هتكون 4 سلسلة. وبعد كده هبدأ أخد لفة وهبدأ أدخل في غرزة السلسلة الأولى، هبدأ أدخل من عند الحلقة اللي هي على الشمال دي، هبدأ أدخل من تحتها كده، تمام، بحيث لما بدخل وأبدأ يعني أفتحها كده هلاقي إن الدايرة بتوسع معايا، ودي هتكون الحلقة بتاعتي اللي هشتغل جواها الأعمدة. فهبدأ أشتغل كده العمود، ونبدأ نكرر بقى ونعد لغاية لما هنكون 24 عمود، وهنحسب الثلاث سلاسل دولت عمود من ضمن الأعمدة. وصلت كده لنهاية السطر، اشتغلت ال 24 غرزة عمود بلفة. وطبعا عشان نقفل السطر الاولاني بتاعنا بنبدأ نجيب طرف الخيط دوت وبنشده كده علشان نقفل الدايرة. انا هنا طبعا الدايرة عندي الاعمدة فيها كتيرة، فمش هنلاقيها مقفولة تماما زي ما احنا عارفين دايما في شغل الدايرة السحرية بيبقى المكان عندي هنا مقفول، لكن هنا الاعمدة كتيرة فاحنا بنشدها بحيث بس ان الاعمدة تكون كده ايه مظبوطة يعني مع بعضها، وما نشدهاش جامد قوي علشان ما نلاقيش الشغل بتاعنا في السطر دوت عمل يعني بدأ يموج، تمام. طيب انا خلصت كده الاعمدة وهبدأ اقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة، تمام، اللي هو ارتفاع السلاسل دوت. فهبدأ ان انا ادخل في ثالث سلسلة هنا كده واشتغل غرزة منزلقة. طيب بعد كده هنرجع بقى للباترون بتاعنا ونشوف بقى السطر التاني. السطر التاني هنا من عند القفلة بالمنزلقة هنلاقي ان هو ارتفع غرزة سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو، واشتغل بعدها على طول غرزة حشو. وبعد كده بيشتغل 1 2 3 4 5 سلاسل وبعد كده حشو. طيب هنعرف بقى اول حاجة الحشو دي بنشتغلها فين في السطر الاولاني، هنلاقي ان هو بيشتغل غرزة حشو
وبعد كده السلاسل، وبيسيب غرزة وبيشتغل حشو على الغرزة اللي بعدها. ولو كملنا كده هنلاقي انه احنا غرزة الحشو على العمود، وفي عمود بنسيبه وبنشتغل حشو على اللي بعده، وماشي بنفس النظام، غرزة وغرزة لأ. تمام، يبقى انا السطر ده كله هيكون عندي نظام غرزة حشو وبعد كده 5 سلاسل. طيب نيجي بقى على الخيط والإبرة. من المكان اللي انا واقفة فيه ده هبدأ ارتفع غرزة سلسلة. تمام، والمكان اللي انا دخلت عملت فيه المنزلقة اللي هو مفروض اول غرزة عندي، هبدأ ادخل كده واشتغل غرزة الحشو، وبعد كده هنشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وزي ما قلنا هنسيب بقى الغرزة اللي عليها الدور هنا. طبعا دي الغرزة اللي احنا دخلنا فيها اشتغلنا غرزة الحشو، دي الغرزة اللي بعدها. تمام، ودي اللي بعدها، فهندخل فيها نشتغل الحشو التانية، وهنبدأ نكمل بنفس النظام. 1 2 3 4 5. وهنسيب الغرزة اللي عليها الدور ديت وهندخل في اللي بعدها نشتغل حشو. وصلت كده عند نهاية السطر، وبقي لي آخر حلقة هشتغلها، لكن عايز ارجع معاكم للبطرون علشان في نقطة كده حابة اوضحها معاكم. فلو جينا نشوف هنا كده في اخر السطر دوت، ما هوش شغال ال5 سلاسل زي ما احنا متعودين خلال السطر كله بنشتغل ال5 سلاسل وبعد كده حشو. لا، ده هو جه في اخر السطر هنا اشتغل غرزة عمود، شايفين حتى العمود مرسوم مايل ازاي، وده معناه ان انا بدل ما هشتغل اخر 3 سلاسل هشتغلهم بغرزة العمود بلفة، يعني هشتغل 2 سلسلة بس وبعد كده عمود. طيب ايه الهدف من الحركة ديت؟ احنا المفروض لما هنيجي نشتغل بقى السطر اللي بعديه هنبدأه من نصف، يعني نص السلاسل دي، فعلشان بداية السطر عندي تبدأ من هنا كده، فغرزة العمود لما بشتغلها بقف هنا بالإبرة. تمام، وهبدأ اشتغل السطر اللي بعديه. طيب لو انا ما اشتغلتش العمود بقوم شغالة 1 2 واشتغل ال3 سلاسل عادي، وبنقفل بمنزلقة هنا. طيب عايز ابدا بقى اشتغل السطر اللي بعديه وابدا اتحرك بالمنزلقه على السلاسل عشان اوصل لنص السلاسل وابدا اشتغل السطر الجديد. فعلشان كده الطريقه دي بتكون اسهل لينا لما بنيجي نشتغل سلاسل وهنشتغل سطر بعديها، هتلاقوها متكرره في بطرونات كتير ان هو بيشتغل غرزه عمود بدل اخر 3 سلاسل. طيب تعالوا ننفذها كده مع بعض. هنا هنبدا نشتغل، انا اشتغلت غرزه الحشو اهوت، واخر حلقه دلوقتي هنشتغل 2 سلسلة بس، وهنبدأ ناخد لفة. هندخل فين؟ هندخل في غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها في اول السطر. تمام، اهيت كنا ارتفعنا سلسلة وبعد كده اشتغلنا غرزة حشو، فدي الغرزة بتاعتها، فهندخل فيها بالشكل دوت وهشتغل عمود بلفة. طيب شايفين الشكل اللي اتكون معايا كده؟ الحلقة اتكونت، بس الفكرة ان احنا وقفنا بالإبرة هنا لان نهاية شغلي بالعمود بيخليني واقفة فوق مش واقفة عند المكان اللي هو تحت ده، ويعني واضطر بعد كده ان انا اتحرك بمنزلقة. تمام، طيب بعد كده هنبدأ في السطر اللي هو رقم 3. فلو جينا للسطر رقم 3 برضو بيرتفع 3 سلسلة، شايفين احنا البداية عندنا منين؟ اهي 3 سلسلة، وبعد كده بيشتغل عدد من الاعمدة. طيب تعالوا نشوف نظام اصلا السطر كله، هنلاقي ان هو لو جينا هنا كده هنلاقي ان هو بيشتغل اعمدة على السلاسل دي. ندخل نشتغل من تحت عروة السلاسل اللي هي اتكونت معايا في السطر اللي فات، نشتغل كام عمود؟ هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هنشتغل 9 أعمدة. طيب وبعد كده هنيجي على السلاسل اللي بعدها نشتغل غرزة حشو، وبعد كده السلاسل اللي بعدها 9 أعمدة، ونبدأ نكرر. طيب السطر او بداية السطر عندي هنشتغل نص العدد السلاسل بس، يعني هنرتفع 3 سلسلة، نص عدد الأعمدة معلش، هنرتفع 3 سلسلة ونشتغل 1 2 3 4 عمود وبعد كده الحشو ونبدأ نمشي، ولما نوصل لآخر السطر هنيجي هنا نشتغل باقي الأعمدة. تمام، طيب تعالوا نرجع كده للخيط والإبرة. هنبدأ من المكان اللي احنا واقفين فيه ده، قلنا هنرتفع 3 سلسلة، وطبعا الارتفاع ده بنحسبه عمود. تمام، وبعد كده هنشتغل 4 عمود بلفة، هناخد لفة وهندخل تحت العروة دي او اللي هي الفتحة بتاعت السلاسل دي، هندخل كده ونشتغل
واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. طيب وبعد كده هنيجي على السلاسل اللي بعدها هنشتغل غرزة حشو. طيب في نقطة بقى هنا، احنا هنشتغل غرزة الحشو جوه السلسلة نفسها ولا هندخل من تحت عروة السلاسل؟ في الشغل ده هنا مش هتفرق، تمام؟ لو انا اشتغلت، يعني انا هشتغل معاكم هنا مثلا جوه السلسلة اللي هي مفروض السلسلة رقم 3، يعني هدخل جوه الغرزة نفسها وهشتغل غرزة حشو، تمام؟ وبعد كده هكرر بقى الشغل بتاعي، هنيجي على السلاسل اللي بعد كده وهنبدأ نشتغل الأعمدة بتاعتنا اللي هم 9 أعمدة. طيب نتأكد كده من عدد الأعمدة، 2 4 6 8 9، تمام كده اشتغلت 9 أعمدة اهوت. وهنيجي على السلاسل اللي بعدها، زي ما قلت لكم هنشتغل غرزة حشو. انا اشتغلت المرة اللي فاتت جوه الغرزة، المرة دي انا هدخل من تحت السلاسل وهتديني تقريبا نفس النتيجة، ف مفيهاش اي مشكلة. يعني في بعض البطرونات بيبقى لازم تدخلي جوه الغرزه، علشان لو ما دخلتيش جوه الغرزه الشغل بتاعك بيبدا يتحرك، لكن في الغالبيه بيكون ان انت تشتغلي تحت عروه السلاسل وبيكون شغلك ما فيهوش مشكله، يعني بيبقى صح. طيب بعد كده هنكمل بقى برضو السلاسل اللي بعد كده. انا خلصت الحشو وهبدا اشتغل 9 أعمدة وهبدا اكرر. طيب وصلنا كده عند نهاية السطر، وهنشتغل بقى دلوقتي الأعمدة اللي هي كانت ناقصة في أول عروة اشتغلنا فيها. كنا بدأنا ب3 سلسلة واشتغلنا 4 عمود، فهيبقى باقي 4 أعمدة كمان، فهنبدأ ناخد لفة وندخل من تحت السلاسل ونكمل الـ4 أعمدة الباقيين كده. 1 2 3 4، وبعد كده هنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة اللي هو الارتفاع أول عمود، فهندخل في ثالث سلسلة ونقفل بغرزة منزلقة، وكده نكون خلصنا السطر رقم 3، تمام؟ دوت شكل الشغل بتاعنا لغاية دلوقتي. وهنرجع بقى للبطرون علشان نبدأ بقى في السطر رقم 4. طيب في السطر الرابع هنلاقي هنا الشغل بيكون مفرغ، عبارة عن مجموعة من السلاسل وبعد كده في غرزة حشو، ومرة تانية بيكون في غرزة عمود بلف. هنبدأ نعد السلاسل، هو كاتب لي في البطرون ان هو 6، وهنعدهم برضو عشان نتأكد، 1 2 3 4 5 6، تمام. طيب مرة اشتغل عمود ومرة بيشتغل حشو بعد الـ6 سلاسل. العمود بيشتغلوا على غرزة الحشو اللي هي في السطر اللي فات، وغرزة الحشو بيشتغلها على الأعمدة، بنشتغل على العمود اللي في النص. يبقى أنا هبدأ أشتغل 6 سلاسل وبعد كده غرزة حشو، بعد كده 6 وبعد كده عمود. طيب هنبدأ بإيه؟ بداية السطر عندي طبعا ارتفاع سلسلة اللي هو ارتفاع غرزة الحشو، وبعد كده بنشتغل غرزة حشو على اللي هو الـ3 سلاسل ديت اللي هي تعتبر العمود، تمام. وبعد كده بنشتغل 6 سلسلة وهنشتغل عمود على غرزة الحشو. تعالوا نبدأ نطبق كده. هنبدأ من المكان اللي احنا واقفين فيه، هنرتفع غرزة سلسلة وهندخل في المكان ده اللي هو مفروض فيه ارتفاع اللي هو العمود بتاع السطر اللي فات اللي هو 3 سلسلة، فهندخل في نفس المكان ده كده ونشتغل غرزة حشو. وبعد كده هنبدأ نشتغل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. طيب وبعد كده هنيجي على غرزة الحشو بقى اللي هي هنا، تمام، اللي هي بين الأعمدة دي والأعمدة دي، هنا غرزة حشو هبدأ ان انا ادخل فيها واشتغل عليها ايه، عمود بلفة، فهاخد لفة وبعد كده هندخل على الغرزة نفسها بالشكل ده وهنشتغل عمود بلفة. طيب وبعد كده نشتغل 6 سلسلة كمان، 1 2 3 4 5 6، وهنيجي بقى على الأعمدة ديت، هندخل في العمود اللي في النص، اما ان انت هتعدي
واحد اتنين تلاتة، وندخل على العمود الرابع. تمام، هي الأعمدة قدامي اهي، احنا بالنظر ممكن هدخل في النص كده اهو. تمام، وهشتغل برضو غرزة حشو، وهنبدأ نكرر 6 سلسلة، مرة عمود ومرة غرزة حشو. اشتغلنا المرة دي اللي فاتت دي كانت حشو، يبقى دلوقتي هشتغل عمود، ونكمل بنفس النظام لغاية ما نخلص السطر. خلصنا السطر اهوت، وهنبدأ بقى نقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو اشتغلناها. تمام، دوت مكانها اهوت. هنبدأ ندخل كده من تحت السبعة بتاعت الغرزة، ونسحب ونشتغل منزلقة. ده بيكون كده الشكل النهائي للوحدة بتاعتنا والبطرون كده بعد ما نفذناه. تمام، انا كمان نفذتها بخيط ارفع شوية، اللي هو خيط اليز كوتون جولد، وده فتلته متوسطة، وده كان الحجم بتاعها بعد ما خلصتها بيه. اتمنى في نهاية الحلقة يكون الشرح واضح، ومستنية تطبيقاتكم تحت الفيديو دوت، وكمان استنوني في الحلقات الجاية، هنتعرض بقى لباترونات جديدة واعمال مختلفة بباتروناتها. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.